عليكم ورحمة الله وبركاته. كل اخواتي وحبايبي اللي بيسألوني على السوزوكي الارتيجا موجودة يا جماعة عندنا زي ما حضراتكم شايفين كده. ادي السوزوكي الارتيجا الزيرو، عربية بصراحة تحفة، 7 راكب، عربية فلوسها فيها. بس المشكلة في السوق المصري الناس بتفهم متأخر، او الناس يعني بعد ما تكون الفرصة متاحة واسعار كويسة جدا تلاقي الناس بدأت تسأل على العربية وتهتم بيها بعد ما العربية تغلى وبعد ما خلاص بقى يفوت الاوان. طبعا العربية دي تقفيل هندي وفيها مرايات ضم، وزي ما حضراتكم شايفين كده ابانوس، افتح لكم الفلاش. زي ما حضراتكم شايفين في شاشة طبعا في النص اهي، تمام للعدادات، وفي شاشة في النص للكاسيت، طبعا كاميرا خلفية، وادي الفتيس بتاعها، حاجة جميلة. والعربية واسعة جدا واسعة جدا، تكييف كمان مركزي، يعني حاجة فوق الوصف فوق الخيال لكل واحد بيجيب عربية لعيلته. لحظة واحدة افتح السنتر. كل واحد بيجيب عربية ليلة. لا العربية دي حلوة ياباني في الأصل، طبعا تقفيل هندي، لكن العربية صيانة وآلات جر والكلام ده كله انسى، مفيش، قليلة التكاليف تماما. عربية ياباني يا جماعة، يعني هي من الآخر تويوتا، لأن حتى تويوتا يوم ما فكرت تستغل عربية، وطبعا هي سميتها اسم جديد بعيدا، طبعا احنا حاليا بنذكر طبعا العربية 7 راكب زي ما حضراتكم شايفين، بنذكر العربية السوزوكي، فخلونا في السوزوكي. طبعا الاستبن بيبقى تحت، طبعا فيها حساسات خلفيه، استنى اهو يا جماعه. بس وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. يا ريت كل الناس اللي بتتفرج على الفيديو ده تدوس اشتراك قبل ما تخرج من الفيديو، تدعمني وتعمل شير ل10 من اصحابها على الفيسبوك، وكمان يا ريت يا ريت كل اسبوع تخشوا تزوروا القناه وتلفوا فيها لفه وتعملوا شير علشان الفيديوهات توصل لاكبر عدد من المشتركين، وانا عايز اوصل في 100,000 ان شاء الله على اخر السنه دي. والسلام عليكم ورحمة الله.